لكن كان في كلام مهم جدا من غرفه الملابس بعد المباراه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع لاعبي منتخب مصر بيشد من ازرهم. يعني ممكن نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. كل مصر بتحترمكم اكتر واكتر، وانا كمان كل اللي انا شخصيا او احنا قاعدين دي موجود بطوله وخلصت، لكن احنا عندنا بطولات تانيه، واعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. اعتقد ان عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. اقولها كمان مره، اعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. الجوله ما خلصتش، ان شاء الله نبقى اقوى. احنا في البدايه خالص، من البدايه يعني كنا بنقول بس عايزين نزق لاعلى حاجه. عملنا ثلاثة نهائي يعني من اول كوت ديفوار، وبعدين المغرب، وبعدين طبعا الكاميرون، والنهارده كمان. فمفيش فريق مشي في الخط ده، ومفيش فريق عمل اكسترا نفس الاداء اللي حصل. لكن ان شاء الله احنا عندنا كاس العالم والتأهيل، وانا واثق فيكم وكلنا واثقين فيكم جدا جدا. احنا عندنا دلوقتي فريق نفتخر بيه ونعتز بيه. خلاص اللي حصل ما يكسبناش، هنتضايق وهنزعل، كلنا هنتضايق وكلنا هنزعل، محدش هيقول او هنقول لا ده احنا مش معلش ومش زعلانين، زعلانين هنزعل، بس هنزعل ده وهنكسر وهنزعل نقف تاني ونبقى افضل ونبقى اقوى. لا هنبقى افضل ونبقى اقوى، واحنا مش هنسيب حقنا. كانت جملة واضحة جدا ومهمة جدا، وده اللي احنا كنا حتى لسه بنقوله في الانترو، ان عندنا مواجهة امام منتخب السنغال قادرين. هتقول ازاي ومنتخب السنغال هو اقوى فريق في القارة، وده مش كلام مرسل، هو منتخب الجزائر. هقولك النهاردة تدينا دوافع مهمة جدا، قادرين اننا بإذن الله في المباراة الاولى نطلع بشباك نظيفة، ومعانا حارسين انا من وجهة نظري كانوا هم الافضل في البطولة، ولكن لأنهم اقتسموا عدد مباريات البطولة ففاز بها حارس آخر وهو أفضل حارس في العالم إدواردو مندي. ولكن عندنا شناوي موجود، عندنا أبو جبل موجود، عندنا كتيبة في خط الدفاع تقدر لو أنت فارس قدرنا نسجل هدف نظيف فقط لا غير، وده قادرين عليه في ماتش القاهرة. أنا واثق إننا قادرين نطلع من السنغال ببطاقة التأهل إن شاء الله.